الأراضي في المناطق الجنوبية والمحلات الناهية في القرى معروفة بحجة مستند أو ورث أبا عن جد، القبيلة كلها تعرف أن هذه لفلان ابن فلان، عكس طبعا على المدن صك وتسوي زي ما تريد ما حد يتعرضك. ولكن للأسف ما نشوفه من ضعاف الأنفس أوقف هذا، هد على هذا، شاكل هذا. طبعا من أول الناس في اختلاف، ولكن إذا وقفوا فيها شيوخ القبيلة وكبار السن وأهل العلم والمعرفة يرجع إلى طريق الصواب. لكن الآن جامح يعني ما ينفع فيه، تجيب شيخ قبيلة تجيب راد في الناس كلهم. فأنت في مثل هؤلاء ضعاف الأنفس، طيب أنت هؤلاء قبيلتك أولاد عمك ربعك لما تهد لحاجة وتوقفه تبقى في النفس لين تموت، وربما يوم من الأيام أنت تراحمه أو يراحمك، أنت قريب منه وقريب منك. بعدين هذه هي قرية واحدة، لما تصير إنسان شاذ إنسان يعني أذي على الناس كلن يعطيك دعوته. والله أعرف لي شخص عمر بيته، ولما الثاني جاي يعمر البيت قال له وقف. طيب يا مسلم بيني وبين أنت في جبل وأنا في جبل؟ قال لا. والله يا أخوان قال الله يجعلك ترجع لبيتك وقت صيفي، ومشى هلك أهلكت نيته، مات ما وصل حتى المدينة اللي يشتغل فيها. لذا يا أخوان لا تأذي الناس، تجيك دعوة من حيث لا تحتسب ولا تجي له بصنفورك، لا تشغل الناس. طبعا نظام الحكومة أي لو ورع يروح الحكومة توقفك من أجل لا تصطدم الناس وتسوي مشاكل بينها، ولكن إذا جت تسامح وتصافح بين الناس الحكومة ما تدوله، لأن في بعضها عليها حجة، ولكن برضه الحجج أحيانا ما تعترف فيها في بعض الجهات، عكس عن الصك. ولكن معروف القبيلة عارف أن هذا أبا عن جد ورثه من آلاف السنين، وللأسف كثروا ضعاف الأنفس يبغى يطلع صيته وسمعته على حساب ربعه. أنت كذا بذرت بذرة الشر، لأنك شر وحتبقى منبوذ. كيف تبغى التسامح والتصافح وأنت وقفت فلان ولا هديت له ولا سويت له؟ للأسف الشديد، للأسف يا أرجع للعقل والصواب والحكمة، لا تأذي الناس. الناس تدور مساعدة الناس وأنت أذية على الناس.